مرحبا بكم أعزائنا المتداولين. اليوم هو الخميس الموافق 8 سبتمبر، وفيما لتحليل التداول في بورصة لندن. تذبذب التداول في الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء نظرا لحالة التوتر التي سارت بين المستثمرين، ولم تصدر أي بيانات أمريكية رئيسية، كما صدرت قراءة تقرير وظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل لتسجيل نتائج أفضل قليلا. لكن التقرير لا يمثل أهمية كبيرة لدى المستثمرين، حيث يعتبرونه تقريرا ثانويا، وفي الوقت الذي يتساءل معظم المستثمرون فيه عن قدرة البنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة في سبتمبر، صرح عضوان لا يصوتان في اللجنة النقدية بالبنك الاحتياطي الفيدرالي أن حالة الاقتصاد الأمريكي أفضل مما يعتقد الكثيرون. وتصدر اليوم بيانات مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة وتقرير مطالبات إعانة البطالة الأسبوعي، إلا أن هذه النتائج لن تؤدي لتغيير أسلوب الانتظار والترقب الذي يتبعه المستثمرون حاليا. يواصل الين الياباني ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي منذ بداية هذا الأسبوع، كما صدرت هذا الصباح نتائج ضعيفة للناتج المحلي الإجمالي في اليابان والميزان التجاري في الصين، وأدت هذه النتائج إلى تراجع رغبة في المخاطرة في آسيا، مما يعني أن المستثمرين لا يرغبون في التداول الأسهم الأخطر بحرية. وقد شهدت الأسواق في اليابان والصين تداولات ضمن نطاق لمعظم مؤشرات الأسهم. صارت شائعات في وسائل الإعلام الأمالية حول تراجع البنك المركزي الياباني عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية الشاملة التي أشار إليها في نهاية شهر أغسطس، وبالتالي قد تنعكس حالة الانتظار والترقب السائدة بين المستثمرين الأمريكيين على المستثمرين الآسيويين حتى يتضح الموقف. استمرت ألمانيا في إصدار بيانات ضعيفة بالأمس، كما أفقت البيانات البريطانية في وقت متأخر من الصباح إثر صدور نتائج الإنتاج الصناعي، ومع ذلك اتجهت الأنظار إلى جلسات التضخم التي يعقدها بنك إنجلترا، والتي أعلن خلالها مارك كارني محافظ البنك عن سعادته ورضاه عن العمل الذي أنجزه البنك المركزي منذ التصويت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقد تم التداول الجنيه الاسترليني على انخفاض بسبب حالة الحذر الناتجة عن بنك إنجلترا بشأن توقعات الاقتصادية. أما اليورو فقد تم تداوله على انخفاض أيضا، ليفقد بعض الأرباح التي حققها يوم الثلاثاء. توجه الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي اليوم، من غير متوقع أن يعلن ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن أي مفاجآت، إلا النبرة التي يستخدمها للتعبير عن الحالة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من شأنها أن تؤثر على تداول اليورو اليوم. شهد الذهب بعض عمليات البيع الطفيفة يوم الأربعاء عقب وصوله إلى حاجز المقاومة، ومن المؤكد أن المعدن الثمين يتم تداوله ضمن نطاق مرتفع قصير الأمد، إلا أنه يجب متابعته بدقة عند وصول إلى هذه المستويات. ومن المتوقع اليوم أن تصدر بيانات مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تؤثر هذه البيانات على أسعار النفط. من المتوقع ورود بيانات وأنباء مهمة من المملكة المتحدة اليوم، ففي تمام الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش هذا الصباح تصدر بيانات الإنتاج الصناعي، وبعد ذلك تبدأ جلسات التضخم بعد الظهر من الساعة 1:15 بتوقيت غرينتش، كما يصدر تقرير وظائف الشاغرة ومعدل دوران العمل في الولايات المتحدة في تمام الساعة 2:00 بتوقيت غرينتش. شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى لكم يوما طيبا، ونراكم مجددا مرة أخرى.